الفنان القدير حمدي أحمد فاجئ الجميع بقرار اعتزاله التمثيل بشكل نهائي. حمدي ابتعد عن الساحة الفنية بعد آخر أعماله فيلم صرخة نملة مع عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف. ورغم أنه رفض إعلان سبب الاعتزال، لكن مقربين من الفنان الكبير أكدوا أن سبب قراره هو سوء الجو العام في الوسط الفني وعدم تقدير النجوم الشباب لنجوم الكبار من جيله. الفنان القدير بيمر بحالة نفسية سيئة جدا من فترة بسبب عدم دعوته في حفل عيد الفن المصري، وقال قبل كده أن سبب عدم دعوته هي صراحته الشديدة اللي بتضايق فنانين كتير منه. نفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الأخبار اللي اتكلمت عن عودتها لطليقها والد بناتها الموزع الموسيقي محمد مصطفى، وقالت المصادر إن علاقة شيرين بجوزها السابق جيدة جدا ولن تنقطع منذ طلاقهم، وإن التعاون اللي جمع بينهم في أغنية جنودنا رجالة هو عودة فنية مش أكتر وملهاش أي علاقة بعودتهم كزوجين. مقربين من الفنانة ديانا حداد أكدوا أنها ما بقتش بتثق في أي حد في الوسط الفني ومنعزلة بنسبة كبيرة جدا لأنها بتخاف على عيلتها من الاختلاط بأشخاص مش واثقة فيهم. وقال أصدقاء ديانا أنها دايما بتأكد أن الفن بيجي في المرتبة التانية في حياتها، والأهم بالنسبة ليها هي أسرتها اللي بتخاف عليها جدا لدرجة خلت علاقتها بالناس محدودة جدا ومن النادر تسمح لحد بزيارتها في بيتها. مرة تانية رجع الكلام عن علاقة بتجمع النجم العالمي جاستن بيبر بعارضة الأزياء هايلي بالدوين. الكلام عن العلاقة دي اتجدد بعد نشر النجم جاستن بيبر صور احتفاله بعيد ميلاده 21 مع بعض أصدقائه من بينهم هايلي. الاحتفال كان بجزيرة في البحر الكاريبي أجرها جاستن مخصوص للاحتفال بعيد ميلاده. إشاعات كتير انتشرت بعد قرار أمال ماهر بتأجيل ألبومها الجديد، وتقال إن أمال خايفة تطرح الألبوم وسط الأحداث السياسية عشان مش هيحقق نجاح والموضوع فيه مخاطرة كبيرة جدا. لكن أمال أكدت إنها مشغولة بمتابعة الحالة الصحية لوالدتها اللي أجرت عملية جراحية خلال الفترة الأخيرة، وده اضطرها لتأجيل كل ارتباطاتها الفنية ومنها تأجيل طرح ألبومها الجديد اللي كان منتظر طرحه خلال أيام. أنكر الفنان أحمد عز أمام خبراء محكمة الأسرة أبوته لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين، ونفى كمان وجود أي علاقة رسمية بينه وبين الفنانة زينة، وأكد اندهاشه من ادعائها عليه بأبوته لتوأمها. عز أكد ثقته الكاملة في القضاء المصري وإن القضية هتتحسم لصالحه. زينة راحت آخر جلسة وكان معها الولدين ومنتظرة الجلسة الجديدة يوم 26 مارس. الفنانة إلهام شاهين مرت بمرحلة حرجة جدا من حياتها ساعدتها فيها الفنانة الكبيرة فاتن حمامة. طبعا كلنا عايزين نعرف إيه حكاية الموضوع ده، هنعرف كل حاجة في أقرب ووت، خليكم معنا.